لطالما كانت بطولات شهداء الوطن وتضحياتهم لأجل رفعة الوطن مصدر إلهام الشعراء، ففي حضرة ذكراهم تتحول الأبجدية إلى زهور أقحوان تنثر عطر القوافي وبلاغة البيان. مشاهدينا، ننتقل للزميل هزاع الشحي المتواجد في نصب الشهداء مع ضيفه الشاعر عبد الله الهدية. الكلمة لك هزاع. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نرحب بكم كذلك زملائي علي الشريف ومحمد رمضان في هذا اليوم من يوم الشهيد. لا شك هو يوم وطني تعبر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديرها لتضحيات شهداء الوطن الذي لبوا بأرواحهم فداء لوطن دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفاء بهذا اليوم. لا شك بأنه يوم يستذكر به دولة الإمارات، ويقفون واحدين شامخين للدعاء بدقيقة صمت من هذا المنطلق. وأكيد مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يوم الشهيد هو تذكار لمخلدات الوطن ولأطفال الجيل القادم بدولة الإمارات. وبهذا الشيء تعمل دولة الإمارات في يوم الشهيد الوطني الخالد بإذن الله على جعل 30 من نوفمبر هو يوم الشهيد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحيي دولة الإمارات بطولات شهداء الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس لرفعة هذا الوطن. وكذلك من نسبة هذا يسعدنا بأن نشرف بضيفنا لليوم الشاعر الإماراتي عبد الله الهدية الشحي، رئيس مجلة تحرير الندبة. حياك الله بداية الشاعر، وبداية احتفاء بهذا اليوم من يوم الشهيد، صف لنا هذا اليوم بأبيات شعرية للتخليد عن يوم الشهيد لدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا هذا اليوم يوم نخلد فيه من وهبوا أرواحهم في سبيل هذا الوطن. مهما قلنا ومهما عبرنا من أشعار ومن أبيات، من قدم الروح، الروح أغلى من كل الكلام. أنا أضرب بنورك جنح الدجى، وكافح بعزمك ريح الفتن، ودون على الشمس معنى الفدا، وكيف يصون الأبي الوطن، وكيف لأجل الإمارات نشدو، وكيف لأجلك يشدو الزمن. رح الحرب دارت وكنت صدى الحزم، كنت الأمل، وكنت بأرض الصمود جبل، وكنت البطولة، كنت الشهيد، شهيد البطولة، مثواك قلبي، وقلبي لكل شهيد سكن، وروحي لكل شهيد وطن، شهيد الإمارات روحي فداك، ومني عليك سلام الوفاء، سلام عليك إذا النصر جاء، سلام عليك إذا الفتح حان، سلام عليك بكل زمان وكل مكان. ويوم ولدت ويوم الشهادة، ويوم رزقت حياة الخلود، ويوم امتشقت شموخ السلاح، وحين مشيت بساح النزال طريق الكفاح، وحين بمجدك غنى الصدى وترنم، ولما نعاك زميل الفداء، ويوم بكتك عيون السماء، ويوم سكنت نعيم النعيم، وخصك ربي بفضل عظيم. شهيد الوطن فداؤك أضحى نشيد الزمن، شهيد بلادي ترجل فديتك ملء الوجود، وملء العهود، وملء الوعود، وملء الكفوف، وملء الأيادي. شهيد بلادي سلام على أمك الغالية، إذا الدمع من مقلتيها تحجر، سلام على أمك الحانية، إذا الدمع من مقلتيها تفجر، ولما تواست بضم ثيابك وشم عطورك وتقبيل دعوة حفل زفافك، ولما استكانت لحلم إيابك وحين أتاها حديث مصابك، وحين استفاقت بنور السؤال وقالت بعزم حماة الوطن: ألا تستحق الإمارات منا دماء البنين، وعشق السنين، وروح الضنين، وبأس الأمومة عند الحنين؟ بلى إنها تستحق دمانا وأرواحنا، وكل نفس، وكل نفيس، وكل ثمين. فإن كان دمعي على فقد نجلي جرى حين جاء بيان الشهادة، فذاك وربي وضوء الصمود، وحمد القيام، وشكر السجود،
وتلك وربي صلاة المشاعر، وتلك وربي وربي دموع الفرح، وذاك سلام الحنايا وعطر الخواطر، لأن بلادا بحجم السماوات وردا وقلبا، وحجم البسيطة عطرا وحبا، وأن بلادا تحج إليها جميع العواصم، ويرنو إلى مقلتيها ربيع المواسم، لزاما وطوعا علينا فداها، وأن بلادا حباها الإله بنعمة زايد، وحكامها المنجزين الأباه، لها الحق أن تفتدى بالحياة، وأن تغدو حين اشتداد الخطوب، لأرض العروبة طوق نجاه، فإن الإمارات طول السنين وجود وجود، وعين الوعود ونور العهود، وحب يعم جميع الشعوب، وكون يرى في رؤاها رؤاه، فأما انتصار يبيد الأعادي، وأما انتصار يبيد العدا. صح الله لسانك الشاعر، وبارك الله فيك في طرحك. وهذه الذكرى من يوم الشهيد لدولة الإمارات العربية المتحدة، ماذا تجعل هذه الذاكرة في نفوس أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة؟ طبعا هذه الذكرى أولا تخليد لأرواح الشهداء، ثم بذات الوقت هي امتداد لهذا العطاء لهذا الوطن. أيضا هذه الذكرى تخلد في نفوسنا بأن مهما عملنا ومهما قدمنا لهذا الوطن، يبقى دم الشهيد هو أغلى شيء في هذا الوجود. هنا الإمارات أرض الصمود، أرض البطولات، أرض العطاء، ليس فقط عن الإمارات وإنما عن الأمة وعن الشعوب. شهيد الإمارات ضحى ليس فقط في مواقع الحروب وإنما حتى في مواقع العون، مواقع المساعدات لكافة أقطار الدنيا. هذه الذكرى بحد ذاتها ذكرى تخليد وذكرى صمود وذكرى زرع الحب الوطن في نفوس الأبناء. هذه هي القدوة والامتداد، هؤلاء هم شهداء الإمارات في كل المحافل. جزيل الشكر لك الشاعر والإماراتي عبد الله الهدية الشحي، رئيس مجلة ندبة الشحوح. حياك الله. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، معكم في نصب الشهداء، هذا النصب الذي يخلد ذكرى شهداء الوطن الذي قدموا الغالي والنفيس لرفعة هذا الوطن، وأكيد دولة الإمارات شاهدة لهم في الوقت الحالي وفي المستقبل. ونحن نستمد من تضحيات شهداء الوطن الدروس من أجل وطن حصين منيع قوي في الظروف الجليلة المستقبلية، ونتعلم كذلك مستمعينا ومشاهدينا الكرام من هذه التضحيات التي خلدت باسم شهداء الوطن. قسمنا يا